كده صح مو صح؟ طنشوا طنشوا السالفة خلونا. طيب خلونا لأن أسيل تقلد وأعتقد أن نحن أحسن نعزم ونرمس ضيوفنا. حبيت أول شيء لحظة خليني أقول لكم شيء. عادة نحن تعودنا أن الواحد يعني إذا يبغى يتعلم لغة معينة يروح معهد يتعلم إنجليزي فرنسي إسباني صح. اللغات اللي هي الأساسية. أما أنه يتعلم لهجة هذا شيء جديد. وحبيت على فكرة الكتيب شكرا في كتيب وأنا لي مأخذ عليه برمس ضيوفنا عن هالمأخذ لكن خلونا أول شيء نعرفكم من هم ضيوفنا خذتنا الرمسة. ضيوفنا الأعزاء حنان الفردان وعبد الله الكعبي وهم مؤسسي معهد الرمسة لتعليم اللهجة الإماراتية. الله مرحبا بكم. مرحبا. حياكم الله في روح الاتحاد. يا مرحبا. خبرونا من وين جت الفكرة؟ معهد رمسة معهد يدرس اللهجة الإماراتية للأجانب الغير الناطقين باللغة العربية ونحن مركز تحت مشاريع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. فبدت الفكرة يوم تقريبا قبل 4 سنوات يوم بديت أدرس زميلتي في الدوام بعض الكلمات فحتى اقترحت عليها أن تعلمي اللغة العربية الفصحى فقالت لي لا أبا أتعلم لهجتكم كلامكم أنتوا عشان أفهم أنتوا في الاجتماعات شو تقولون يوم تجلبون على العربي فأبا أفهم هالتفاصيل فبدأت الرحلة من هنا لأن ما تعرفوا ما في مصادر لتعليم اللهجة الإماراتية نحن متعودين دائما الفصحى فبدينا نحن نأسس هالشيء بدينا نبني مناهجنا كل يوم نتعلم كل يوم نستفيد من تجربتنا فاليوم قررنا أن خلاص يعني في 2014 أن نأسس معهد كامل فريق متكامل مناهج مستويات ابتداء من مبتدأ متقدم جميع المستويات عشان ندرس اللهجة الإماراتية مختلفة بس اللي نعرف أن الإمارات يمكن عدة لهجات مختلفة من منطقة إلى أخرى إيش اللهجة اللي أنتوا اعتمدتوها أو اعتمدتوا تدريسها طبعا نحن بشكل أساسي اعتمدنا اللهجة البيضاء عشان كذا حتى المؤجم أو الكتيب الموجود ما في المصطلحات اللي فيها اختلاف حتى بين إمارات الدولة لأن نحن أصلا في الدولة كل قسم يتكلمون لكنها مختلفة ولهجة مختلفة أهل الشمال مختلفين عن أهل الغربية أهل العين مثلا عن أهل دبي في فروقات كثيرة فنحن اجتهدنا فعلا خاصة في المنتج هذا لأنه موجه للغير ناطقين باللغة العربية أن تكون لهجة البيضة اللي ما فيها اختلافات ومع ذلك حصلنا حتى من ربعنا ومن كثير حتى من العرب اللي يقولون فيه كلمات نحن ما عارفينها وما عارفين معانيها طبعا الكتيب في حوالي 1500 كلمة إماراتية كلمة وفريز ممكن تكون الكلمة خف استخدامها بسبب التطور اللي حصل في المجتمع التداخل بيننا وبين جنسيات كثيرة يعني ولغات مختلفة دخلت علينا فصار هذا التداخل على فكرة حتى لهجتنا فيها تداخل قديم من لغات أيضا قديمة في اللهجة المحلية اللي يدرس اللهجة المحلية في عدة ظواهر يعني مش بس حتى لهجتنا بشكل عام عن اللهجات في واحدة من الظواهر اسمها ظاهرة الإبدال يعني تكون لغة أو كلمة عربية فصحى دخلت عليها بعض التعديلات استوت محلية مثل كلمة عيل كلمة نستخدمها كثير عيل خلنا نروح عيل احنا نقول يوم. أجل هم يقولون أجل كيف يا أجل لأن احنا دائما نخفف الهمزة لعين صحيح. والياء لجيم أو الجيم لياء فاستوت من أجل تحولت لعيل هاي الظاهرة يعني واحتكاكنا مع الثقافات الأخرى واللهجات الأخرى مثل الفارسية والهندية بحكم التجارة والغرب بعدين دخل كثير من الكلمات مصطلحات وحطينا فيها خلينا نقول لمسات محلية استوت محلية مثل مسج مسج هي من مسج حطينا عليها ألفتة استوت مسجات إماراتية مسج هي جمعتوها فهي الفكرة يعني كيف كان الإقبال على المشروع هل في كثير أجانب هل في خليجيين ممكن حابين يتعلموا اللهجة الإماراتية بصراحة الإقبال كبير من الأجانب خصوصا مثلا من الدول الأوروبية وبالأخص بريطانيا والبريطانيين حابين يتعلمون اللهجة الإماراتية وفي منهم حتى حابين يتعلمون قبل ما يصلون البلاد فيقولون هل أنتم تدرسون مثلا أونلاين عن طريق الإنترنت نقدر نتعلم قبل ما نيجي البلاد هذه الفئة اللي هم فئة الأجانب وعندنا الفئة الآسيوية اللي هم الهنود الباكستانية والإيرانيين لا طبعا حابين بعد يتعلمون اللهجة صار لهم هني سنين مولودين هني ودارسين في المدارس بس يقولون احنا نبغى نتكلم مثلكم صح فهذه الفئه والفئه الثانيه يمكن اهم فئه نحن نشوفها حاليا اللي هي عندنا طلاب من الجنسيه الاماراتيه الجيل الجديد الجيل الجديد اللي عنده يعني الهويه الاماراتيه بس للاسف يعني ما يعرف يتكلم فمثلا واحده من الطالبات تقول لي احنا صار لي سنتين اكتب في الجرايد دعايه يعني ابا مدرسه اماراتيه انت تدرسني وتعلمني على فكره فتقول ما احصل تقول لي ابدا ما احصل يعني فالحين الحمد لله يعني صارت سنه تتعلم معانا والحين بدات تتعلم اللهجه الاماراتيه وتتكلم عدل فحتى تقول لي الحين ان شاء الله على همقة مثلا قريب تتزوج فتقول لي حنان شو الاسئله اللي يمكن حماتي تسالني او عمتي تسالني وابا اجاوب عليها فتعطيها حتى هالامثله طيب خلينا نسالكم ايضا عن مصادركم تكلمتي عن موضوع المصادر وطبعا اللهجه
بالذات اللهجة الإماراتية يعني ربما يكون المصدر الأساسي لها شفهي أكثر شيء. اليد اليد الأم الأبو مثلا صحيح، طبعا الحين الأمهات والأباء جيل جديد بعد نوعا ما، يمكن اليد واليد أكثر شيء. فشنو المصادر اللي أنتم اعتمدتوا عليها؟ هل هناك كتب معينة لقيتوا فيها أيضا؟ تحدي كبير خاصة من بداية تأسيس المشروع المناهج، لأن ما في منهج اسمه تعليم اللهجة الإماراتية، في اللغة العربية الفصحى، في الإنجليزية، في باقي لها، لكن كلهجة محلية ماشي. فنحن أول شيء اجتهدنا كثير أساس أن نجهز المناهج هذه، حاولنا أن المناهج تكون مرتبطة بحياة الأجنبي وحياة الطالب اللي بيستخدمها بشكل يعني شكل يومي، ما يجيب له شيء يعني ما يقدر يستخدمه. ممكن كان التحدي أيضا غير المناهج القواعد، يعني كيف نقدر نركب القواعد على اللهجة. يعني مثلا هو لازم يعرف أنه في ماضي ومحاضر ومضارع ومستقبل، مذكر مؤنث، مذكر مؤنث، وكيف القواعد هذه. فكان في اجتهاد والحمد لله رب العالمين قدرنا يعني نوصل من المستوى الأول للمستوى التاسع، بحيث أن حتى الإنسان أو اللي ما يعرف يتكلم لحد المستويات المتقدمة. في ناس ما شاء الله أتقنوا يعني. طيب شو عن فريق العمل ندى؟ يعني مكون من منو بالضبط؟ نحن تقريبا لأن نحن ندرس طبعا الرمسة الإماراتية، فأول نقطة وأهم نقطة عندنا أن الطاقم التدريسي كلهم يكونون إماراتيين. فالحمد لله اللي يدرسون يعني أغلبهم شباب، يعني عمرهم من 20 إلى 30 سنة، أنا أتوقع يمكن أنا أكبر واحدة فيهم، فكلهم شباب وبعدهم حاليا مثلا يدرسون في الجامعات طاقات، يعني طاقات، وبعدهم يدرسون في الجامعات ويسوون هالشيء مثلا عقب الدراسة عقب أوقات العمل، خصوصا لأن نحن أغلب تدريسنا يكون الفترة المسائية، لأن عندي الطلاب يشتغلون والمدرسين يدرسون أو يشتغلون، فبالتالي نسوي أغلب الأشياء في الفترة المسائية فيتعلمون. ونفس الوقت يعني نحن مو بس ان ندرس الرمسة الإماراتية، جانب التوطين جانب وايد مهم. انا اتذكر يوم بديت رحلتي في التعليم يعني ان اول ما قدمت السي في مثلا في مراكز اللغات قالوا لي اول سيرة ذاتية نستلمها من شخص إماراتي يبى يدرس اللغة العربية. فنحن بالعكس يعني قلنا خلينا نوفر جزء مثلا عقود بار تايم معاهم ويقدرون يدرسون ويداومون عندنا في نفس الوقت. يمكن لكل لهجة خليجية ولكل لغة أصلا أيضا في هذه اللكنة أو اللحن، إحنا نقول هل تعلموا مع اللهجة أو اللهجة الإماراتية نفس الإماراتية هذه اللكنة؟ طبيعي أصلا كل شخص يعني أنا مثلا أتكلم بطريقة يختلف حتى عن باقي الفريق، فدائما المدرس هو يكون قائد الحصة أو قائد خلينا نقول الكورس، علشان كذا حتى نحن نحاول ننوع، ما نخلي نفس المدرس درس أكثر عن مجموعة، أساس أن حتى الطالب ما يسمع بس من شخص واحد، ما يتأثر دائما بلكنة واحدة، ما يتأثر بلكنة واحدة، ما يتأثر بنمط حديث واحد. فهاي نقطة بعد مهمة. وين مكان هذا المعهد؟ يعني إذا حد أنه يزوركم يطلع على الكورسات الموجودة عندكم يتعرف أكثر. نحن بشكل أساسي الكورسات نعطيها هني في البرشة في مبنى يسمى مبادرة التغيير، متعاقدين معهم، هاي شركة توفر بيئة تعليمية، كلاسات وغرف اجتماعات، فنحن متعاقدين معهم نستأجر عن طريقهم. واللي حاب أن يلتحق بهذا المعهد شو ممكن كيف يتواصل معكم؟ نحن حاولنا قدر الإمكان نبسط الموضوع، فالحمد لله نحن في دبي ومدينة ذكية، فحاولنا خلاص أن كل شيء عن طريق الويب سايت وعن طريق الانترنت، فيدخل من عن طريق الويب سايت ويسجل ويسجل معلوماته ويحضر أول يوم. وكيف تختاروا مرحلته؟ يعني كيف، هل في اختبار معين يمر فيه من خلاله تعرفوا المرحلة اللي لازم يكون فيها؟ يمر عادة مثلا أول شيء لازم نتكلم معهم عشان نحدد مستواهم، لأن في منهم واد يعتقدونهم يعرفون بس للأسف ما يعرفون، ومرات يقولون نحن بعدنا تونا بيجنر، وفي حد يقول لا أنا خلاص صار لي في البلاد 17 سنة وعرف أتكلم فأنا أبغى أدفانس كورس، بس أكتشف أنه لا هو بعده ما يعرف يتكلم، فنسوي لهم اختبارات شفوية وبالأخير نقول لهم ترى شوفوا يعني هذا قراركم أنتوا. فنحن عادة نقول أنا أقترح أن أنت تروح مثلا مستوى الثاني، بس إذا أنت تشوف عمرك أنت في مستوى الثالث ترى أنت تتحمل، أنت تدفع بذات الكورس وأنت اللي تروح الكورسات بشكل يومي، فأكيد تبغى تستفيد. فأشوفهم أنه حتى في منهم يعيدون الكورس إذا حسوا عمرهم ما تعلموا وايد أو بعدهم ما هي، فبروح يعيد الكورس حتى ما يحتاج أن أنا أرسبه في الكورس عشان يعيد، روح عارفة تعلم اللهجة مثل تعلم أي لغة ثانية، محتاج رحلة طويلة ونفس طويل وممارسة يعني أيضا ممارسة. في بعض الطلاب اللي فعلا عندهم الروح هذه وما شاء الله فعلا قدروا عندهم الرغبة هذه وقدروا فعلا يبنون أنفسهم في المجال هذا، في حين بعضهم يجي بس من باب الاكتشاف أو استكشاف يبغى يشوفون هالإماراتيين شو يسوون شو يدرسون. طيب أنا عندي سؤالين لهم إذا تسمحي لي. تفضل. السؤال الأول، هل خرجتوا دفعة من
من الطلبة؟ هني أنا مش اسم موضوع خرجنا، هو موضوع هل حد استمر لين فعلا تكلم؟ طيب. في مجموعة ما شاء الله استمروا وبدوا حتى يطلعون الحين على وسائل التواصل الاجتماعي يتكلمون وبدوا يسوون حتى بعض يجذبون عليه لهم حتى الأنظار يعني. وفي مجموعة حاليا ياسين فعلا نشتغل عليهم بحيث أنهم فعلا في الفترة الجاية يطلعون. زين، السؤال الثاني، أنا طبعا شفت يعني هذا جهد أكيد تشكرون عليه اللي هو مثل معجم اللهجة الإماراتية تقريبا، بس اللي لاحظت أنه هو بس بلهجتنا وبالإنجليزي صح؟ ومقاطع الصوتيات صح بالنسبة للكلمة كيف تنطق، بس أنتوا قلتوا إن في أيضا عرب ما يعرفون، وفي فعلا ممكن كلمات تكون غريبة على شخص عربي، فهل أنتوا عندكم مخطط أنكم تسوون معجم ثاني يكون إماراتي عربي مثلا؟ والله طموح كبير أدنى نحن يعني نبغى نوثق حتى المصطلحات هذه ونخليها بسهولة يعني بسهولة يوصلها الإنسان، مثل موقع إلكتروني أو بورتال يعني بحيث أن اي كلمه انت تحتاجها بالعربيه الفصحى تحصل يعني مقابل لها بالعاميه. حلو. والعكس صحيح. نعم. لكن هذا يبغى جهد ويبغى تعاون صراحه، مش بس من هذا المشروع يمكن انتم يعني مشكورين عليه، واكيد في طور التطور لسه يعني خطوه بعد خطوه اكيد راح يتطور. احنا صار لنا سنه تقريبا في السوق ومحتاجين بعدنا. يعطيكم العافيه. يعطيكم الف عافيه، وعن جد فكره جميله، واتوقع ان انا لازم ازوركم، وبعدين على فكره مو من مصلحتك يكون عندي كتاب، لان الاسبوع الجاي راح اجي اتكلم. تختبرني عقب تقولي تعرفين هالكلمه ولا لا؟ احنا شاكرين لكم وجودكم معنا، حنان الفردان وعبد الله الكعبي، طبعا هم مؤسسي معهد الرمسة لتعليم اللهجة الإماراتية. شكر لكم بعد. شكرا. الحين لازم نختم بسرعة لأنه راح نروح للعين، نرجع للعين مع زميلنا منصور الغساني. شاكرين لكم وجودكم معنا، متابعتكم عبر الشاشة طبعا ومتابعتكم. بننتقل الآن إلى الزميل منصور. تختمين أسيل قبل أن ننتقل؟ بس حابة أقول لكم تصبحوا على خير، لسه بدري بس يعني مقدما تبغى ترقد بسرعة أسيل. إذا ننتقل معكم إلى الزميل منصور. منصور عندك الكاميرا. شكرا زملائي، ويسعد كل أوقاتكم ويعطيكم ألف عافية على هذه الجهود الطيبة اللي بذلتوها في الاستديو مع ضيوفكم، ونحن هني طال عمرك وطال عمر المشاهدين كلهم نحن مستمتعين بالأجواء. وفي هاللحظة هذه أنا صدت إنسان عزيز وغالي علي، الفنان خلف الأحبابي من الفنانين الإماراتيين الراقين والشابين اللي الحين يشقون طريقهم بسرعة قسوة، بس هالمرة لا بيده عصا ولا هم بيده سبحة، لأن بيمرغنا بعصا.